أنا مشاركة بهواي دورات حتى ويا وكالات غربية، هي الدورة الأولى من نواحي اللي النظري نطبقها عملي، بمعنى إحنا درسنا شيء نظري، شرحونا الأساتذة، فيما بعد خصصونا مصورين، خصصونا كاميرات، نزلنا للشارع اشتغلنا. رغم أنه أنا خريجة صحافة، لكن بهاي تقنية المعلومات وكيفية صياغة الخبر أو المقال الخبري أو المقال الوصفي ويعني تنزيل على الموقع ما كنا نعرف. أكثر من 100% استفادت من العملي، لأنه هم أنا صار عندي مراجعة على كل اللي درسته خلال 4 سنين أنا راجعته بهذا الأسبوع بالدورة. الستاف كان كله عراقي، الأساتذة كلهم عراقيين، هذا سهل علينا هواي أشياء، لأن الأستاذ العراقي أكيد هو قبله يكون إعلامي، أكيد نازل للشارع، أكيد مشتغل، وبالتالي يعرف الواقع العراقي، يعرف ظروف الصحفي، يعرف المشاكل اللي يمر بيها. فغالبية الستاف اللي درسنا كان هو ستاف عراقي، كان عندهم خبرة بالشارع العراقي، معاناة الصحفي، بالخطورة اللي يمر بيها، بالشيء اللي نقدر نتجاوزه، بالشيء اللي خط أحمر إحنا نخاف نوصل له. نقل كل ما نقلناه وكل ما تعرفنا عليه الى الاصدقاء والزملاء اللي موجودين عندنا بمحافظتنا. اغلب الاعلاميين ليس في محافظه كربلاء فقط، وانما بعموم العراق، انه قله التطوير الاعلامي. هذه الدورة تعلمت انه شلون راح نقدر انه ننقل الخبر وننقل المعلومة ونكون اكثر مصداقية واكثر وعي الى الجمهور، لانه يعتبر الانترنت هو لغة العالم ولغة العصر. جيد، يعني مثلا احنا نسوي دورات بالعراق، هاي يعني خاصة في المناطق بيها امن، يعني ما نعتبرها مناطق ساكنه، يعني امنيا نوعا ما جيده لمنطقه سليمانيه، افضل ما يسوون دوره مثلا باي دوله اوروبيه او مثلا عمان.